السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم هو عن طلب الدنيا والإعراض عن الآخرة، بوابة الفتن العظمى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل، ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون جلود الضأن، وقلوبهم أمر من الصبر، فبي يغترون أو إياي يخادعون. فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيه حيرانا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا، فبي يغترون أم علي يجترئون. ملاحظة: هذا الحديث في كل رواياته ضعف، إلا أنها يجبر بعضها بعضا. وقد حسن الترمذي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره على ذلك. لذا أقل أحوال هذه الأحاديث أنها من باب الحسن لغيره أو الضعيف المنجبر. الشرح: الأصل في هذه الأمة أنها أمة آخرة، وصلاح الدنيا في حقها إنما يكون نتيجة لصلاح الآخرة في قلوبهم وسلوكهم، أي صلاح الدنيا مترتب على صلاح الآخرة في فكر الأمة وسلوكها. فإذا ابتليت الأمة بمن لا يهتم إلا بصلاح الدنيا، ولو كان ذلك على حساب خراب الآخرة، ويسوق صلاح الدنيا على أنه هو عين صلاح الآخرة، فهذه هي الطامة الكبرى والفتنة العظمى، وهي المرادة من الأحاديث السابقة التي تتحدث عن فساد طريقة تفكير الفئة المؤثرة في المجتمع. مجموع هذه الأحاديث يشير إلى نوعية من الناس يظهرون النسك والزهادة وطيب الكلام ومعسوله، وهم في حقيقتهم طلاب دنيا، هي همهم الأكبر ومعبودهم الأول، ظاهرهم يخالف باطنهم، وقلوبهم تخالف ألسنتهم، يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. هذه الفئة من الخلق هي سبب فتنة في المجتمع، وأي فتنة أعظم من أن يكون نساك الأمة في الظاهر أو طلاب الآخرة في نظر الناس هم أنفسهم عباد الدنيا. وأي توجيه سليم ستناله العامة من أمثال هؤلاء. بينت الأحاديث أن وجود مثل هذه الفئة في المجتمع هو سبب وقوعها في فتنة مضلة لا يستبين فيها الحق من الباطل، ولا الخطأ من الثواب، ولشدتها وسوادها يصبح أولى الناس في استبانة الحق في حيرة من أمره. يندرج تحت هذه الفئة المسببة للفتنة من تعلم علوم الآخرة لأجل الدنيا، وهم كثر في زماننا، ولهم نصيب فيما ابتليت به الأمة من فتن.
وجه افتتان الأمة بسبب هؤلاء يرجع إلى أن الأصل بهذه الفئة أن توجه الناس توجيها سليما يترتب عليه صلاح الآخرة والدنيا، وهذه الفئة محرومة من حظ الآخرة، لذا تكون توجيهاتهم كلها لإصلاح دنياهم ودنيا الناس على حساب الآخرة وباسم إصلاح الآخرة. يشعر الكثيرون في زماننا بأنهم في حيرة من أمرهم، حيث لا يستبين لهم وجه الحق في كثير من الأمور، خاصة وأن سوق الفتاوى المتناقضة عبر وسائل الإعلام وغيرها قد شتتت فكر الكثيرين، وهذه هي عين الفتنة. انتهى الدرس، وأما درسنا القادم فسيكون عن فتنة النساء، فانتظرونا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.